مرحبا. جولة نهاية الأسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صارت جاهزة لنرصد أبرز الأخبار للترند خلال الساعات القليلة الماضية، والبداية مثل العادة بعناوين سريعة. الانطلاقة من مصر وحفل زفاف تحول لمأتم. أما بإسبانيا اتهام وزاري بالعنف الجسدي بسبب قبلة رئيس الاتحاد الإسباني لأحد اللاعبات. أما الختام فمع فيديو لملاكم عم يعتدي على حارق المصحف الشريف بالأسود. هاي كانت العناوين، التفاصيل من بعد ما نعمل أول لوجين على فيسبوك. قصة مؤثرة احتلت مواقع التواصل الاجتماعي بمصر لسيارة لعروسين كانت عم تنقلهم لحفل الزفاف بمحافظة الجيزة، ولكن يلي صار أنه اختل توازن السيارة بشكل مفاجئ وتسبب بسقوطها بمصرف مي على جانب الطريق. طبعا من بعد انتشار الخبر انتقلت فورا قوة أمنية وقوات الإنقاذ النهري، وتبين أنه انقلاب السيارة بالفعل صار بسبب يمكن السرعة الزائدة وتسبب بحالات كتير حرجة لأربع أشخاص نتيجة هي السرعة، والعروس توفت فورا. طبعا تم إنقاذ العريس وغرق قائد السيارة. حزن كبير من قبل رواد مواقع التواصل يلي اعتبروا انه هي الليلة بدل ما تكون ليلة العمر ويلي تكون مليانة بالفرح صارت للأسف ليلة مأساوية، ولكن الجدل يلي صار بيحكي عن السرعة الزايدة من قبل قائد السيارة ويلي لولاها ما كان صار يلي صار. اعتبر البعض من رواد مواقع التواصل انه دايما عم بيكون في تنبيه وبشكل دائم على اختراق القواعد المرورية والتنبيه على الالتزام فيها، ولكن ما عم بيتم التقيد بكل هي التنبيه. بالنهاية قدر الله وما شاء الفعل، والله يصبر أهل العروس ويشفي المصابين. يعني قصة مؤسفة وبتزعل للأمانة، وما حدا بيتوقع أوقات أنه يصير الفرح يزعل بلحظة واحدة. تاني أخبار جولتي لليوم والتاني لوجين على تويتر. ومن البلاد العربية حنتوجه على إسبانيا وبالتحديد على عالم الرياضة. فبأوقات كتيرة الفرح ممكن ما نتحكم بتصرفاتنا، وأوقات الزعل كمان ممكن يصير هيك شيء. ففي أزمة كتير كبيرة وجدل واسع بسبب فرح زيادة عن اللزوم. فأثار تصرف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم مع نجمة المنتخب الإسباني جينيفر العديد من الانتقادات من بعد التتويج بكأس العالم للسيدات 2023، ومن بعد ما حققت سيدات إسبانيا اللقب الأول بتاريخهم، يلي صار أنه على كتر الفرحة ما قدر أنه يتمالك حاله بالطريقة يلي عم بيعبر فيها عن فرحته. فمن بعد ما احتضنت جينيفر لاعبة برشلونة بشكل مثير للاستغراب قام بتقبيلها أمام الجميع وبطريقة غير محببة مثل ما اعتبرها الكل، ليتعرض لانتقادات لاذعة بسبب سلوكه. القائمة بأعمال وزيرة المساواة بالحكومة بإسبانيا أكدت أنه الموضوع بيمثل عنف جنسي بتعاني منه النساء بشكل يومي وغير مرئي، وأكدت أنه مهمة المجتمع بأسره أنه يحارب هيك نوع من الاعتداءات، ولكن آخرين اعتبروا أنه هو التصرف عفوي بسبب السعادة الكبيرة بالفوز بكأس العالم. بعض أعضاء الفريق من السيدات أنه قالوا أنه على مدار وقت التدريب وعلى سنوات طويلة ما شافوا أي شيء من هذا المدرب أو أي نوع من أنواع العنف، واعتبروا أنه الموضوع هو نوع من المودة والامتنان. أما رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم برر الموقف بالكامل وقال أنه موقف عفوي وما حيرد على أشخاص حمقى حسب وصفه. بالنهاية اختلاف ثقافات، اختلاف آراء، اختلاف تعبير، اختلاف وجهات نظر، وأيضاً اختلاف مشاعر. بالنهاية حأترك لكم القرار والحكم لكم. آخر أخبار جولتي لليوم وآخر لوجين على إنستغرام. من بعد يومين بس من مهاجمة امرأة عراقية بتعيش بالسويد لمتطرف اسمه سلوان موميكا يلي أحرق نسخة من القرآن الكريم وأغلبنا متذكر هي الواقعة، هاجم أحد الأشخاص موميكا في أحد شوارع السويد، ومثل ما منقول بالعامية شبعه ضرب، وعلى مرأة العابرين بالشارع يلي اكتفوا بس بالفرجة. ومثل ما عم بنشوف في مقطع الفيديو يلي انتشر على نطاق واسع حاول أنه يبعد الضرب عن حاله إلا أنه فاجأ الشاب بركمة على وشه أذته. طبعا كومنتس كتيرة قال بعضها أنه سلوان يلي عم يحرق المصحف بالسويد عم يدعي على منصات التواصل الاجتماعي أنه هو من الشباب الشجاعة يلي قادر أنه يحارب الإرهاب وحاربه
بالعراق، ولكن الحقيقة هو ضعيف جدا لدرجة أنه ما بيتجرأ على المواجهة من دون سلاح. طبعا للي ما بيعرف، بتاريخ 28 الشهر الماضي أحرق سلوان اللاجئ العراقي بالسويد صفحات من نسخة من المصحف الشريف أمام أكبر مسجد بستوكهولم يمكن صبحية عيد الأضحى مثل ما أغلبنا بيتذكر، ونفذ بوقت هذا الفعل وأثار موجة من الغضب الكبير وردود الأفعال المستاء. نكله توزه يعني مع هالخبر انا بكون وصلت لنهايه جولتي اليوميه من لوجين. اكيد لكل الاشخاص يلي حابين يشاركونا الاخبار والفيديوز والقصص الترندز يلي عم بيشوفوها على السوشيال ميديا، ببساطه بتقدروا تفوتوا على صفحه لوجين او حتى على صفحه قناه سماء الرسميه وتتركوا لنا كل اللينكات والفيديوز والقصص يلي حابين نحكي فيها وعنا. انا هيك كانت حلقتي وهدول كانوا كل اخباري، موعدي معكم بيتجدد مع بدايه الاسبوع القادم اذا الله راد بلفه جديده وجولة جديدة على مواقع التواصل المختلفة، ومن هلأ لوقتها ضلكم بألف خير. باي باي.